الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من السمعة والرياء، واجعلها خالصة لوجهك يا سميع الدعاء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هب لنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والفجور.
العصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، أصلح قادتهم وعلماءهم وشبابهم ونساءهم وشيوخهم يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي لبنان وفي السودان وفي الجزائر وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم أخرج الصهاينة منه أذلة صاغرين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ولا تعاملهم بما هم أهله وعاملهم بما أنت أهله، فإنك يا مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم فإنا صائرون إلى ما صاروا إليه، اللهم فاغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى القبور وتركنا الدور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.